بسم الله الرحمن الرحيم. أوامر كلها أوامر ونواهي، كل هذه الصورة مرت ياش بأوامر والنواهي، واختمت بالإيمان وختمت بالإيمان في قوله تعالى إنما، أداة الحصر أش قال؟ إنما المؤمنون، كل من قال لا إله إلا محمد رسول الله فهو مع من المؤمنين، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه مع المؤمنين، ولكن المؤمنون أنواع وأنواع وأنواع. القرآن هنا يبين لنا إيش تعريف المؤمنين، وحصرها بقوله إنما، واختمها بقوله الصادقون. قرأ علي إنما المؤمنون الذين آمنوا باش بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، زيد اختم، أولئك هم الصادقون فيما يعتقدون، وأما الباقي كله الناس مسلمون. أنا تسرعنا لأسميك يش كافرا أو مشركا، لا لا أنت أخويا مسلم، ولكن ما عرفت شي فينا درجة. أنت سألتك عن الإيمان فاكتشفت أنك لا تفهمه، وجربتك في مراقبتي والمواظبة على الصلوات الخمس فوجدتك ما انت في هذا العالم قاع. فإذا غاب عنك هذا الرقم الذي هو الإيمان والمواظبة على الصلوات الخمس هنا، وإن كنت أنا أتحرى مثلا بغيش نسمك كافر ولا كذا، قرأ سمك الله ماشي أنا، ما قريت شيء في الفقه وفي الحديث. الخلاف القديم في موضوع الذين لا يصلون، واش هم عصاة أم كفار؟ أنا قبلت منك المعلومات الفقهية والمعلومات الحديثية بجوج، راه غادي تلقى هذاك الخلاف ابتدأ من الصحابة واستمر إلى اليوم. هذا بالنسبة لياش لتارك الصلاة، فيه خلاف هل هو عاص أو كافر. إذا كان عاصيا بمعنى ما زلنا ياش نعتبره مؤمنا، عاصيا بمعنى نقوم له ببعض الحقوق التي في الإسلام، نغسله نكفنه وندفنه في مقبرة المسلمين، وإذا اعتبرناه كافرا ما يمكن شيء، حتى ذاك الغسل وذاك الكفن وذاك الشيء كله ما فيه. كيف؟ قال لك هذا الشيء ماشي اللي نقوله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبرون ايش من الأوامر كفرا إلا ترك الصلاة. وحتى الفقه ديالنا المالكي، غادي تقراو في الفقه ديالنا المالكي، وأن الذي لا يصلي يستدعى من طرف القاضي المرة الأولى والثانية والثالثة، يستتب ثلاثان، ففي الثالثة يقتل، وبعد أن يقتل وهل نعتبره عاصيا أم كافرا؟ قال لك سيدي غالب المالكية قالوا عاصي، ولكن ابن حبيب منهم قال لا. أين قالها ابن حبيب؟ وهل يقتل كفرا؟ الحد يقتل حدا، انت يقول حدا يقتل حدا، قالوا الأكثرية قال يقتل حدا. ومن بعد اش قال ابن حبيب؟ قال لهم لا كافرا وهو منهم. معنى ذلك احنا دابا تنذكروا غير ابن حبيب بالنسبه ايش بالنسبه لمذهبنا، والا كل مذاهب ابن تيميه جمع لك ايش قالها فلان في المذهب الفلاني وفي المذهب المالكي، كلهم قالوا ايش كافر. مصيبة بمعنى خليه انت، خليك انت سميه يا مسلم، ولكن اي نوع هذاك مسلم عاصي عندك سهل؟ كيف؟ مشكلة.